تعالوا نحضر مع بعض احلى لانش بوكس لبنتي بيرلا. اول شيء حبيت اعمل لها جبنه دهن مع التوست، هي كثير بتحبها، بس عملت لها اياها بشكل كيوت. جبت هاي القطاعه تبع الكوكيز وفتحت اللانش بوكس وبلشت تحضر لها الاكلات. شوفوا قد ايه طلعوا كيوت. وكمان هون قطعت لها بندوره كرزيه وعنب، ضروري يتقطعوا منشان البيبي ما يختنق فيهم. وهي اكله هولنديه بياكلوها على الفطور، بيحطوها هيك مثل الزينه تبع الكيك، بس هم بياكلوها على الفطور مع الزبده. بس جبت العيد وحبيت الدنيا. وهون حبيت حط لها للسناك شوية شيبس، هذا بيجي ما فيه ملح. وهيك بنكون خلصنا. كتبولي إذا بتحبوا صور لكم اللانش بوكس تبع بنتي ميلا.